الرئيس السيسي يتفقد سير العمل بعدد من مشروعات شبكة الطرق الجديدة، ويشدد على الكفاءة الفنية والإنشائية للمحاور والطرق الجديدة. في العيد 50 لدولة الإمارات المتحدة، مدبولي يؤكد أن العلاقات المصرية الإماراتية ستظل نموذجاً فريداً للتآخي والترابط العربي. الصحة العالمية ترجح اتساع انتشار المتحور أوميكرون عالمياً، وتؤكد عدم رصد وفيات بسببه حتى الآن. السادسة مساء من القاهرة، الرابعة توقيت غرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري، أهلا بكم. تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي سير الأعمال الجارية بعدد من مشروعات شبكة الطرق الجديدة، خاصة المحور الجديد الموازي لطريق القاهرة السويس. كما تفقد الرئيس أعمال التوسعة ورفع كفاءة الطريق الدائري من شرق القاهرة حتى منطقة الخصوص، فضلا عن الموقف التنفيذي لتطوير منطقة عين شمس. كما أوضح المتحدث الرسمي أن الرئيس توقف خلال الجولة التفقدية لتبادل التحية والحديث مع عدد من المواطنين الذين تصادف تواجدهم أثناء مرور الرئيس السيسي، حيث استمع إلى طلباتهم واحتياجاتهم. وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا هاتفيا الدكتور حسن مهدي، أستاذ الطرق والنقل بكلية الهندسة جامعة عين شمس. دكتور حسن، بعد التحية يعني نود التعرف في البداية على أهمية تلك المشروعات في التسهيل على حركة المواطنين وفك الاشتباكات المرورية داخل القاهرة والمحافظات الأخرى. مساء الخير على حضرتك والمشاهد الكريم. طبعا ما تشهده إقليم القاهرة الكبرى بشكل عام من توسعات لشبكة الطرق بيهدف الى مجموعه من يعني المساعي الاساسيه، اللي منها سهوله الوصول الى المدن الجديده اللي بتتوسع فيها الدوله بهدف خلخله الكثافات السكانيه من حول الوادي الضيق، في نفس الوقت الى تقليل معدلات الحوادث وتحقيق انسيابيه حركه المرور بالشكل اللي بيسهل على المواطن التنقل وتقليل المعاناه اللي كان بيعانيها سواء باستخدام السياره الخاصه او بوسائل النقل العام عند حركته على شبكة الطرق. فبنشوف ان هناك
العديد من المحاور بيتم فتحها أنا بسميها شرايين مرورية أو رئة مرورية داخل إقليم القاهرة الكبرى. يمكن النهاردة كانت الجولة بتاع فخامة الرئيس بتشهد طريق محور بيتم إنشاؤه موازي لطريق القاهرة السويس، وده هيكون ليه تأثير في الحد من الزحامات المرورية وجذب يعني عدد من مستخدمي طريق السويس إلى هذا الطريق الجديد، علاوة على التوسعات اللي بتتم في الطريق الدائري والفخامة الرئيس شرفنا بتفقد الأعمال الجارية بيها النهاردة، بالإضافة إلى طريق السويس نفسه اللي بيتم حاليا توسعته ليتناسب مع معدلات الزيادة المرورية المفترضة، بالإضافة إلى خدمة المدن والمجتمعات العمرانية الجديدة بالشكل اللي بيسهل انتقال المواطنين إلى هذه المدن، وبالتالي الانتشار على مساحة أفقية بدل ما احنا متكدسين حوالين الوادي الضيق كمعيشة وإسكان. طب دكتور حسن، يعني هذه الرئة المرورية الجديدة أو الشرايين المرورية الجديدة كما وصفتها، إلى أي مدى يمكن أن تطور من حالة الاستثمار وتجذب استثمارات جديدة خاصة في مناطق يعني واعدة مثل العين السخنة وغيرها من المناطق الاستثمارية؟ هو البنية الأساسية هي جاذب وداعم لمشروعات التنمية المستدامة وجذب الاستثمارات الداخلية والخارجية، وبالتالي لما يكون عندي بنية أساسية قوية وعلى رأسها قطاع نقل قوي معناها أن الدولة اقتصادها جيد. المستثمر قبل ما بيجي بيبتدي يبص سواء مستثمر خارجي أو داخلي إيه هي البنية الأساسية اللي موجودة، إزاي هقدر أوصل لمناطق الإنتاج، إزاي هقدر أستثمر، إزاي هقدر أوصل المنتج إلى المواني أو مواد الأولية المستخدمة من المواني إلى المناطق الصناعية. فالدولة شغالة في محاور كثيرة، لو تحدثنا عن القطار الكهربائي السريع وربط العين السخنة بمرسى مطروح، وهيكون عندي خط بضاعة يربط الميناء السخنة بميناء الإسكندرية، بالإضافة إلى خدمة المدن الجديدة على امتداد هذا المسار والمناطق الصناعية الموجودة بهذه المدن. كل هذه الأمور هيكون لها مربوط في جذب استثمارات داخلية وخارجية، بالإضافة إلى تشجيع صناعة القيمة المضافة، إن أنا ما بقاش بس منطقة لعبور الحاويات لكن كمان يبقى عندي تصنيع وتجميع، وده هيخلق فرص عمل تعود بالنفع على المواطن وعلى الاقتصاد المصري، علاوة على إن شبكة الطرق اللي بنتحدث عنها لما يكون عندي محاور طرق بسيولة مرورية جيدة ده بيؤدي إلى نظرة المجتمع الدولي والاستثمار انه هيقدر يتحرك بسهوله عشان يصل الى المشاريع اللي عايز يشتغلها، سواء اذا كانت مشاريع صناعيه او عمرانيه او اي استثمار هيدخل فيه المستثمر الاجنبي او حتى المستثمر المحلي، لابد انه يضمن ان في شبكه نقل جيده وبنيه اساسيه قويه. طبعا لما بيكون في شبكه نقل بتضيف كمان سعر او قيمه للمكان اللي موجود فيه يعني النهارده يعني عشان ابسط الامور، المناطق اللي ما كانش فيها مترو انفاق النهارده لما بقى فيه مترو انفاق وحققت سيوله مروريه بقت الارض والمكان اللي بيمر فيه هذا المشروع له قيمه ماليه اعلى. صحيح. التبعيه برضه لما هنعمل القطار الكهربائي السريع وهيمر في مناطق غير مأهوله هتلاقي هناك خطط لتعمير وتنميه هذه المساحات لان اصبح في شريان صحيح. وبالتبعية دكتور حسن تصبح هذه المناطق الجديدة مناطق جاذبة للسكان بشكل كبير الفترة المقبلة. أخيرا سؤالي لك حول ما يتعلق بالاستفادة من مثل هذه الطرق وحرص القيادة السياسية بشكل أساسي على متابعة الخطوات وتنفيذ هذه المشروعات في التوقيتات الزمنية المحددة لها، يعني نحن نسارع ونسابق الزمن دوما في هذه الافتتاحات والطرق وشق طرق جديدة تمثل شرايين تربط القاهرة بالمحافظات الأخرى. يعني خلينا أقول لك أن الدولة من 2014 اهتمت بقطاع النقل، بينما ما كان يقدم قبل ذلك هي كانت بمثابة مسكنات لا ترقى إلى درجة الحلول المتكاملة. واهتمام الدولة بقطاع النقل باعتباره وإيمانا من الدولة أن النقل هو داعم لمشروعات التنمية اللي الدولة حطتها كرؤية لمصر 2050، وإيه المناطق اللي أنا عايز أنميها واستصلحها زراعيا وصناعيا وعمرانيا عشان أخدم على هذه المشروعات التنموية القومية. كان لابد أن أتوسع في شبكة الطرق القائمة وأنشئ محاور جديدة، وهذا ما يحدث من 2014 إلى الآن، والدولة
بتهتم بكافه وسائط وادوات النقل وليس فقط النقل البري. يمكن صحيح. النقل البري علشان كلنا بنمشي على الطرق، لكن كمان النقل السككي والمونوريل والقطار الكهربائي الخفيف والقطار السريع، كل هذه المشروعات الدولة شغالة بالتوازي في مشروع للنهوض بالبنية الأساسية لقطاع النقل، وهي شبكة متكاملة فيما يتعلق بالنقل والمواصلات. أشكرك شكرا جزيلا على كل هذه المعلومات الدكتور حسن مهدي، أستاذ الطرق والنقل بكلية الهندسة جامعة عين شمس. إذن تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي سير الأعمال الجارية بعدد من مشروعات شبكة الطرق الجديدة، خاصة المحور الجديد الموازي لطريق القاهرة السويس. كما تفقد سيادة الرئيس أعمال التوسعة ورفع كفاءة الطريق الدائري من شرق القاهرة حتى منطقة الخصوص، فضلا عن الموقف التنفيذي لتطوير منطقة عين شمس. كما أوضح المتحدث الرسمي أن الرئيس توقف خلال الجولة التفقدية لتبادل التحية والحديث مع عدد من المواطنين الذين تصادف تواجدهم أثناء مرور الرئيس، حيث استمع إلى طلباتهم واحتياجاتهم. تفقد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي سير الأعمال الجارية بعدد من مشروعات شبكة الطرق الجديدة، خاصة المحور الجديد الموازي لطريق القاهرة السويس، والذي سيصل ما بين مناطق التجمع الأول ومطار القاهرة، مرورا بمحطة النقل الجماعي الجديدة، وكذلك مناطق مساكن شيراتون وطريق الصاعقة، والذي سيصبح بمثابة شريان مروري جديد يربط أحياء ومناطق شرق القاهرة بتجمعات مدينة القاهرة الجديدة. وقد تابع السيد الرئيس مع المسؤولين والمشرفين بالمواقع معدلات التنفيذ وسير العمل، مشددا سيادته على الكفاءة الفنية والإنشائية للمحاور والطرق الجديدة. سيادة فندم، شرفنا إن شاء الله النهاردة فندم في مشروع الطريق الموازي لطريق السويس. سيادة فندم، إحنا بالضبط في النقطة اللي سيادتك بالإشارة البيضاء دي. الطريق يا فندم بطول 15.8 كيلومتر. الطريق بيربط بين الطريق الدائري ومحور الصاعقة. الطريق ده يا فندم كان في ثلاث مراحل تنفذوا فيه، في انشاء جديد يا فندم اللي هو الجزء التقاطع الدائري، الجزء الثاني يا فندم اللي هو الربط على طريق الصاعقة، الجزء الثالث يا فندم هو الطريق العمودي على طريق السويس. سيادتك يا فندم، اجمالي الاطوال 15.8 منهم 6.8 كيلو، دول كان الطريق القديم لطريق المطار يا فندم، تم توسعتهم بإجمالي عدد حارات 10 حارة مرورية، 5 حارة مرورية لكل اتجاه. الطريق ده كان يا فندم قبل كده مستخدمي الطريق للمطار كان ليه مدخل واحد بس يا فندم من على الدائري، وكان باتجاه اللي جاي من السلام وداخل في اتجاه المطار. سيادتك، بعد التقاطع ده يا فندم، التقاطع الحر ده خلى كل اللي عاوز التقاطع ده تقاطع حر، دخول للمطار من اتجاه السلام او من اتجاه المعادي، او الخروج يا فندم لاتجاه المعادي او اتجاه السلام مباشره دون ان هو يلجا لطريق السويس او الطريق الدائري. كده بنخفف الكثافه على الطريق الدائري يا فندم لاستخدامه او طريق السويس. الطريق ده يا فندم برضو ربط على اول حاجه يا فندم نقطه المركز النقل المتكامل، النقل الجماعي المتكامل، وده يسهل حركه المواطنين المسافرين من والى المطار يا فندم والمنطقه النقل الجماعي. الحاجه الثانيه يا فندم ان هو اي مستخدم من مناطق القاهره الجديده كان عشان يوصل مطار القاهره كان بيستخدم يا فندم محاور محمد نجيب او عباس العقاد او يوسف السباعي او الكوبري او الشارع 90 من الدائري او من طريق السويس، كان بيدخل من على طريق السويس. دلوقتي سيادتك خففنا، بقى عندي دلوقتي مدخلين ليه الحريه ان هو يا فندم يستخدم طريق محور محمد نجيب ومنه مباشره اسفل طريق السويس، وبيطلع التقاطع يوصل المطار ومناطق شيراتون ومصر الجديده ومدينه نصر وشارع الاوتوستراد المليون شجر. ده سيادتك المحور، عندي طريق السويس، عندي محور يوسف السباعي، محور محمد نجيب، محور مصطفى كامل مع السادات، شارع 90 الشمالي، شارع 90 الجنوبي، طريق محمد بن زايد اللي بيوصل يا فندم على الدائري الاوسط ومنه على العاصمه الاداريه. فاتجاهات دلوقتي يا فندم كل المناطق الوجه البحري مثلا يا فندم كانت بتيجي كلها من على الدائري لاستخدام المطار او مناطق مدينه نصر، بقى عنده الفرصه ان يجي من على الدائري الاقليمي مع الدائري الاوسطي من طريق السويس ويوصل للمناطق مصر الجديده ومدينه نصر ومطار القاهره.
نفس النظام العاصمه الاداريه برضه فندم بقى عندي اكتر ربط، اكتر من ربط بيوصل من العاصمه الاداريه لمناطق مصر الجديده وشرق مناطق شرق القاهره فندم. الاوسط فين؟ الدائره الاوسطيه فندم، اول تقاطع ليها فندم اللي هو الخط ده فندم، ده كده الدائره الاوسطيه سواء خارج الخريطه، ده الدائره الاوسطيه فندم. ده فندم في الطريق الجديد اللي اتعمل داخل قاعده المشير حسين طنطاوي. اقدر اخلي الطريق ده بيمتد كده؟ ندرسه فندم ونعرضه على سيادتك. طيب. تمام يا فندم. ده فندم منطقه التقاطع. سيادتك فندم احنا تم انشاء جديد عدد اربعه لوب وثلاثه رم. كان عندي فندم برضه هنا في من ضمن الحاجات اللي موجوده في التقاطع ده فندم ان انا عندي هنا في بعض التعرضات في الجزء ده في الربط على الطريق الدائري، ان في هنا خط الميه الرئيسي بتاع القاهره الجديده اللي هو ال 1000 متر بالظبط يا فندم، وتم التنسيق معاهم يا فندم، وجاري دلوقتي ان هم بيعملوا خط انشاء جديد يا فندم معايا مع الحدود الخارجيه، وان شاء الله فندم ده التنسيق مع جهاز القاهره الجديده فندم، وبرضه كابلات الكهرباء اللي هي كانت خاصه بالرافع رافع الميه، لان الخط ده فندم هو تقريبا مصدر الميه الرئيسي للمناطق القاهره الجديده كلها بالكامل. ان شاء الله فندم بالنسبه للتقاطع ده فندم، بالنسبه للكوبري فندم هو طوله 200 متر عرض 40 متر كوبري سيادتك فندم. ايوه ده طوله 200 متر يا فندم، العرض 40 متر، خمسه حاره مروريه لكل اتجاه. الكوبري ده اضافه من ضمن الاضافات الدائري، كان عندنا فندم على الدائري ده من منطقه السلام لحد منطقه المعادي تقريبا خمس اعمال صناعيه. نفق المحور فريق سعد الدين الشاذلي ده سيادتك فندم، ده بيربط طريق اسماعيليه الصحراوي بالدائري، وبعد كده فندم اول تقاطع بعديه اللي هو كان تقاطع طريق السويس مع الدائري، بعد كده فندم كان عندي كوبري الفطيم، وبعد كده كوبري الشهيد مع الدائري مع شارع التسعين. سيادتك تم اضافه الفتره اللي فاتت دي يا فندم على المسافه دي من السلام لحد منطقه المعادي تم اضافه 8 عمل صناعي. الثمانيه عمل صناعي دول يا فندم بيبداوا ان في يا فندم كوبري، يعني انا بقى عندي 13 كوبري. تمام يا فندم، باجمالي 13 عمل صناعي يا فندم، وده يا فندم بالكامل ربط مناطق شرق الدائري كله بالكامل لمناطق غرب الدائري، وبيخفف كده يا فندم الكثافات. كان الناس بتلجا انها تروح للخمس اعمال صناعيه عشان يعبر من الشرق للغرب، دلوقتي يا فندم بقى عنده في كل مكان يقدر حريه ان هو يتحرك من مناطق الشرق لمناطق الغرب. ده سيادتك يا فندم مكبر للمنطقه، احنا كان الطريق بينتهي لحد المنطقه دي يا فندم بيدخل على الدائري على مدخل المطار. سيادتك احنا الجديد دلوقتي ان احنا مدخل المطار عملناه فرع وبيكمل الطريق بيوصل لحد الصينيه دي ومنها على طريق الصعقه. وعملنا طريق برضو الطريق العمودي ده فندم، ده طريق بيوصل على طريق السويس مباشره في المنطقه دي. عندي بقى فندم في النقطه دي اللي بالنسبه فندم هنا برضو حركه الدخول للمطار والخروج منها للدائري، لو انا جاي من الدائري فندم في اتجاه المطار بدخل الرمب الطبيعي بتاعي وادخل على المطار في الطبيعي، وانا خارج من المطار برجع بخرج تاني يا فندم وارجع اخد الصينيه وارجع تاني في اتجاه الدائري. بالنسبه فندم النقطه اللي عندي اللي بيحصل فيها كثافات عاليه جدا، النقطه اللي هي اسفل كوبري ال 4.5 دي من ضمن المشروع بتاعنا فندم، هيتم توسعتها من 3 حاره الى 5 حاره، ووسعنا مدخل الصاعقه بقى 8 حارات عشان حاله الاختلال كانت 8 و8. تمام يا فندم، تمام 8 و8 والتوسعه تحت الكوبري حارتين. بعض التعرضات اللي موجوده هنا فندم وتم التنسيق عليها زي المحلات اللي موجوده هنعوض الناس. تمام يا فندم، كويس قوي، عشان ما نجيش نعمل حاجه ناذي حد. تمام يا فندم، نعوض الناس واعمل اللي انت عايزه. تمام يا فندم، شكرا. كما تفقد السيد الرئيس أعمال التوسعة ورفع كفاءة الطريق الدائري من شرق القاهرة حتى منطقة الخصوص، فضلا عن الموقف التنفيذي لتطوير منطقة عين شمس. وانا جاي كده بداية الطريق مستور. تمام سيادتك، تمام سيادتك، سيادتك فندم جرى رفع المساحه فندم والعرض على سيادتك. المحور ده فندم امتداد محور مستشار عادل منصور للربط ما بين محور مستشار عادل منصور فندم ومحور الخصوص. يوصل كده لغايه دايري؟ واصل يا فندم سيادتك لمحور الخصوص من يوصل للدايره يا فندم. طيب ما بالمره شغالين فيها فندم رفع مساحه سيادتك. شفتوا تعاضد الناس؟ تمام يا فندم. اهلا اهلا، اسمك ايه؟ محمد. ازيك يا محمد، وانت اسمك ايه؟ احمد. ازيك يا احمد؟ انا كنت قلت اللي هنا واحنا ماشيين في اماكن فاضيه. تمام سيادتك، يعني 100 متر. تمام، دول درسوهم كلهم. تمام، منهم يعني زي اماكن حرفيه. اوامر يا فندم. محلات للناس بتاعتك. اوامر يا اهلا وسهلا. كل سنه وانت طيب، كل سنه وانت طيب. هات حبيبي 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 حبيبي، ربنا يحميك ويحفظك. الله يكرمك حبيبي يا ريس. كل سنه وانتم طيبين. حبيبي يا ريس، حبيبي بحبك. كتر خير، بحبك والله. الله يحرسك. اللهم امين. الله يحرسك يا اخي. السلام عليكم. احسن من اي حاجه. ربنا يبارك فيك. حبيبي يا ريس. اسمك ايه؟ اسمي مرام. مرام ده اسم جميل جدا.
ربنا يبارك لك. الله يكرمك. سلام عليكم. سلام عليكم. كما أوضح المتحدث الرسمي أن السيد الرئيس توقف خلال الجولة التفقدية لتبادل التحية والحديث مع عدد من المواطنين الذين تصادف وجودهم أثناء مرور سيادته، حيث استمع إلى طلباتهم واحتياجاتهم. ازيك يا جميلة؟ ازيك يا سيادة الرئيس؟ ربنا ما يحرمناش منك، ربنا يخليك وربنا يحميك يا رب. أنا نفسي أطمن على معالي. والله نفسي اطمن على معالي. انا بخير طول ما انتم بخير. لو قلت لك على حاجه هتصدقني؟ طبعا. اقسم معزه وجلال الله وحياه ما بقول يا رب استرها عليا. يا رب استرها. وانت معاليك وزير دفاع وانت بتخطب الخطبه انا كنت بقعد ابكي بالدموع. اقسم معزه وجلال الله. انا الحمد لله بحمد ربنا. الحمد لله. الحمد لله. انا دريفري. دريفري في الصيدليه. عندك كم عيل؟ معايا تمارا ومعايا حداي ومعايا محمود. ثلاث اولاد. اه. ساكن هنا؟ ساكن هنا في شقه في الخصوص يعني. تدفع كام ايجار؟ بدفع 600 جنيه. العيال في المدارس طبعا. مدارس دول في حضانه ومحمود في مدرسه. طب انت عايزني اعمل لك ايه؟ انا ما اقدرش اقول لك، انا عايز اشوفك احسن الناس. وانا عايز اشوفك احسن حد في العالم. وانا عايز اشوفك. وربنا يحميك لينا ويخليك لينا يا رب. يحميك وربنا يقدرك على اللي انت بتعمله. عدي كلم سياده الرئيس يا عدي. خلي بالك من بابا. ربنا ما يحرمناش منك. خليك. وربنا يخليك لينا. اولا احنا تحت امرك. انا امنيه حياتي ما ادفعش ايجار. نفسي في شقه ورشه افتحها لابني من المحلات اللي هي بتبقى تحت الكوبري دي وادفع ايجار زي اي حد. ان شاء الله احنا بنا كل حاجه حلوه. ربنا ما يحرمنيش من معاليك. خلي بالك من ولادك وخلي بالك الحمد من لله. الحمد لله. ربنا يخليك. ربنا يحميك ويخليك. شاكرين. وربنا يقدرك على اللي انت بتعمله في البلد. شاكرين. ربنا يعينك. ربنا يعينك علينا يا رب وربنا يسترك دايما يا رب. الله يسلمك. ربنا يحميك. شاكرين. ربنا يحميك يا رب. ربنا يحميك يا ريس. السلام عليكم يا حاج. السلام ورحمه الله. ازاي صحتك؟ الله يكفيك شر المرض. اللهم امين. يا رب ينجيك يكرمك شر الطريق. انتوا طمنين عليك. ويخليك لينا. ويخليك. والله العظيم خليت البلد 100 100. ده فضل الله وفضلك. الله يبارك. ازاي صحتك؟ خليك هنا سعاده الراجل. مش عايزه حاجه. يا رب يبارك لك. عايزك احسن من اي حد. والله صحيح. الله ينجيك. الله يكفيك شر الطريق. والله صحيح. الحمد لله. شفت بقى الستات المصريين جدعان ازاي؟ انت احسن من اي حد. لا ربنا يخليك لي. لا والله يا رب يخليك. في المدرسه يوسف ولا لسه؟ قول له في حضانه. في الحضانه. راجل جدع. قول له اطلع زيك. دي انت هتبقى احسن مني كمان. قول له ربنا يخليك لينا. ازيك يا ست الريس؟ شرفنا بحضرتك. ربنا يبارك فيك يا رب. يا رب يبارك فيك. عايزين حاجه؟ اه. تحت امر ابني. عايز اشغل ابني. يا رب يكفيك شر المرض ويعمر بيك دنيا واخره. يا رب يا رب يعمر بيك يا ست الريس. نشرت الصفحة الرسمية لمؤسسة حياة كريمة عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك فيديو عن تحقيق السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية لحلم اثنين من أبطال قصص الكفاح بقرية شمة بمحافظة المنوفية. جاء ذلك بعد زيارة السيدة انتصار السيسي الأخيرة لمحافظة المنوفية، حيث تفقدت خلالها عددا من مشروعات حياة كريمة والقوافل الطبية ومدارس القرية. الأحلام الكتير والأماني اللي ما بتنتهيش بحياة أفضل واللي فضلت لسنين مستخبية في قلوب أصحابها جه الوقت علشان تتسمع وتتسمع. ومن أول يوم لحياة كريمة والحلم بيتبني على قاعدة ملهاش بديل، وهي إن أهالينا في كل القرى الريف المصري صوتهم مسموع. والنهاردة حلقة مختلفة بتقدم فيها حياة كريمة إيديها لاتنين من أبطال قصص الكفاح من أهالي قرية شمة مركز أشمون محافظة المنوفية. والمختلف هو أن حياة كريمة بتحقق حلم أسرتين سمعتهم السيدة انتصار السيسي حرم السيد رئيس الجمهورية خلال زيارتها للقرية.
الطبيه بقريه شمه. كل حاجه تمام الحمد لله، ربنا يبارك لنا فيكم في سياده الرايح. ربنا يخليك. بس نتشرف برضو بوجود حضرتك معانا بكوبايه شاي في بيتنا المتواضع. عن نفسي ما عنديش مشكله. ربنا يبارك. انا ما عنديش مشكله طبعا. ربنا يخليك. نفسي في شقة أو بيت أو أوضتين اثنين بس يا دكتور، والله العظيم والله ما عاوز حاجة تاني. احنا عاملين اثنين بجهز بجهز فيهم والله العظيم ما عارف اعمل زي ما احنا ماشيين كده بالتوازي. حياة كريمة بنتعرفوا ان احنا ان شاء الله باذن الله يعني الرئيس نفسه قوي يشوف كل اهل البلد بخير وسلام الله يبارك له، مشاكلهم محلولة وعندهم يكفيهم شر اعداء بره وجوه ان شاء الله. حياة كريمة حققت لها المفاجأة اللي ما كانتش في الحسبان. السلام عليكم. وعليكم السلام. اهلا وسهلا. ازيك يا استاذ عاملين عامل ايه؟ اتفضلوا تعالوا. حياة كريمة. مش عامل زغرط يا اولاد ولا حاجة؟ السلام عليكم. تعالوا 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 الف مبروك عليكم. عاملين ايه؟ طبعا حياة كريمة طلبوا شقة تمام، تم توفير شقة في مدينة شمون، بتشطب جاهز كل حاجة فيها تمام، وكمان العفش بتاعها موجود هنا معانا متشطبة ومفروشة بالكامل. ده العقد بتاعها. طبعا باللقاء السائله الاولى قالت احنا لازم نوفر لكم كل اللي انتم محتاجينه، كمان تم تجهيز العروسين وربنا يا رب يفرحهم ويكمل لهم على خير. الله يبارك لها ويا الرئيس يا رب. الله يبارك لها ويا حضره الرئيس. اتفضلوا شوفوا الحاجه بتاعتكم ونزلوها يا دكتور. خلينا سيادة الرئيس، وحرم سيادة الرئيس، وبارك لنا فيهم يا رب، وخليهم لنا خليهم للغلبة اللي زينا يا رب. وهم زي ما فرحت الناس كده وسطرتهم وخلتهم سترة ربنا من عنده. الله يفرح قلبها مفرح ليا. اهل المنوفيه كلهم وقريه شمه بالاخص بتشكرهم وربنا يفرح قلبهم زي ما فرحوا قلبنا، ويجعلهم شجره مضلله تضل على الدنيا بحالها. اهم حاجه حياه كريمه تكون فرحتنا وحياه كريمه فعلا كرمتنا ونورتنا وشرفتنا وعدتنا الحمد لله. الحمد لله. عامل ايه؟ الحمد لله تمام. دلوقتي انتوا جالكوا شقه ومفروشه وجهاز لبنتين، ايه اللي جاب الحاجه دي؟ ايه المناسبه؟ ده حرم سياده الرئيس كانت عندنا هنا في البلد في القريه. طب وانت لما كنت بتحكي لسيادتها انت عايز ايه؟ خليت في نفسك حاجه طيب؟ لا انا الحمد لله لا 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 والله الله يبارك لها يعني، ويا ست متواضعه جدا. طبعا. قعدت تتكلم معانا متواضعه جدا جدا جدا، وقعدت اتكلم معانا واتكلمت مع اولادي. وكانت كوبايه شاي حلوه. انا كان نفسي اقدم اكتر من كده بصراحه. كانت كوبايه شاي احنا عن نفسنا كان نفسنا اكتر يكون من كده. اللي عملته معانا ما نعملش مع حد، وربنا يخلينا سياده الرئيس وخلينا حرم سياده الرئيس. ربنا يبارك لنا فيهم بصراحه يعني. ربنا يبارك لنا فيهم ويجعلهم شجره من طلباتنا كلها. نبونا طلباتنا كلها ويسترهم زي ما بيستروا الغلابه اللي زيهم. انت مبسوطه يا مصطفى؟ الحمد لله. طب احساسك ايه طيب بالحاجه اللي ما شفتيها وهي داخله عليكي كده؟ الحمد لله يعني انا بنتي قدامها سنه قبل ما تتجوز ما كنتش عارفه اعمل ايه. احساسك ايه لما شفتي الحاجه بقى جايه من اول الشارع كده في العربيه؟ انا حضرتك انا ما كنتش مصدقه اللي بيحصل اصلا، ولا كنت مصدقه ان ده هيحصل. حضرتك انا بقالي كام سنه بلا ايجار
وولادي بيسيبوا المدارس ويشتغلوا عشان يعرفوا يعملوا دروس ومصاريف لنفسهم لدروسهم، والكل عارف والجيران عارفه كل حاجه. وبشر الصابرين والله زي كده ما سمعتي، ده حقك، انتوا صبرتوا وشفتوا ظروف وشفتوا ايام مش سهله مش كده؟ الحمد لله. فجي الوقت تستريحي شويه، ساعد اصلا عمل حياه كريمه، وهي فعلا ورتنا فعلا ان هي فعلا حياه كريمه، والله حياه كريمه جدا. كمان الاسره مكافحه، واللي وفرته حياه كريمه لاسره الست هناء اقل تقدير. حالة سماح ما تختلفش كتير عن هناء في الظروف. سماح وأسرتها بتواجه كل يوم صعوبات، وفي يوم جمعتها الصدفة بالسيدة انتصار السيسي. هي عندك رجل، أنا جوزي عنده جلطة ما بيقدرش يشتغل، مش وحدد مسلس يطلع يوم وما بيقدرش يطلع الثاني. أنا عايزة أي يوم مصدر رزق العيال، وبنت عايزة تتجهز، أخذت 3 سنين عشان خاطر مش قادرة تجهز. لا ده احنا عاملين طبعا. السيدة الأولى كانت جات لك زيارة بقى وقابلتيها صح؟ طبعا، كنت قابلتها عايزة مصدر رزق لبيتي عشان خاطر جوزي تعبان، وكنت عايزة أجهز لبنتي صراحة. يعني هم الناس دي حاسة بالطبقة التعبانة بجد، يعني أنا كنت بشوف الكلام ده في التلفزيون بس ما كنتش بصدقه، لكن دلوقتي فعلا الكلام ده حقيقي. الحمد لله. الحمد لله فعلا الكلام ده حقيقي. جهاز لبنتك كمان؟ بجد لا مش قادره، مش قادره اصدق. تعالي بقى، تعالي اتفضلي، تعالي افرحي، ما تعيطيش. تذكرات محمد قال لي حياه جميله كمان. كمان اشكرك يا رب، شكرا لك يا سيادة الرئيس، شكرا للست حرمك، شكرا لكم كلكم، شكرا لأي حد تعب معايا، شكرا لكم كلكم. شكرا يا طبعا، لكن ما كنتش اتوقع ان هي هتكافئني المكافاه دي. بجد اشكرها من كل قلبي، واشكر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على كل اللي عمله وعلى كل الطبقات اللي وقف معاها من الناس الغلابه. طب والهديه عجبتك؟ الهديه عجبتني لدرجه ان انا كنت حاسه انها هيغمى عليا من الفرحه. والجهاز؟ انا شيء ما كنتش احلم بيه. والجهاز عجب مريم؟ الجهاز انا لو غبت طول السنه انا اجيب لها، انا كامها اجيب لها، مش هجيب لها زي الست انتصار ما جابت لها كده. بجد دي فعلا ام لينا كلنا. احساس لا يقدر بالمال ان يكون في ظهرك اللي مؤمن باحلامك، اللي يلغي كلمه مستحيل حتى لو كانت محفوره جواك. لو حابب تكون سبب في الخير شاركنا بالتطوع او التبرع على حساباتنا في البنوك، او ابعت رساله على 9509 ب 5 جنيه، وممكن تتبرع اونلاين على موقع المبادره. وما تنساش ان الحلم حياه كريمه.
وجهت السيدة انتصار السيسي تحية غالية إلى كل أصحاب الهمم العالية، مؤكدة أنهم قلب مصر وأملها والجانب المضيء في مستقبلها. جاء ذلك احتفالا باليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة، حيث أكدت السيدة انتصار السيسي خلال المنشور أن هذا اليوم يعد تعبيرا صادقا عن مدى قدرات وإمكانات أصحاب الهمم في التحدي والإرادة والعزيمة، فهم جزء أصيل من نسيج هذا الوطن. قال رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي إن الدولة المصرية أولت قضية تغير المناخ أولوية رئيسية، كما أنها انخرطت بإيجابية وكثافة بالجهد الدولي لمواجهة تلك الظاهرة الخطيرة. جاء ذلك خلال كلمة رئيس مجلس النواب أمام القمة السابعة لرؤساء برلمانات الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط حول مكافحة التغيرات المناخية بمنطقة المتوسط، حيث أوضح المستشار الدكتور حنفي جبالي أوضح أن قضية التغيرات المناخية تعد تحديا استثنائيا متعدد الأبعاد والتداعيات، مؤكدا على أن مواجهته سريعا أصبحت إلزامية في ظل الآثار السلبية والمتلاحقة له. كما استعرض رئيس مجلس النواب جهود الدولة في مواجهة التغيرات المناخية والتي أولت قضية تغير المناخ أولوية رئيسية. وأكد رئيس مجلس النواب على أن مواجهة التغيرات المناخية لم تعد تحتمل التقاعس معها على كافة المستويات، بل يلزمها جهد دولي وإقليمي مستدام وعادل للتعامل الحاسم معها، داعيا البرلمانيين إلى الانخراط بشكل مكثف من أجل صياغة رؤى تعاونية وخطط عاجلة للتعامل مع تلك الظاهرة الخطيرة. قال رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن العلاقات المصرية الإماراتية ستظل نموذجا فريدا للتآخي والترابط بين الدول والشعوب العربية ونمطا متفردا لتنسيق الرؤى والمواقف. جاء ذلك خلال كلمة ألقاها بمناسبة عيد الاتحاد 50 لدولة الإمارات العربية المتحدة، نقل خلالها تحيات وتقدير الرئيس السيسي وتمنياته بدوام الرفعة والتقدم للإمارات. وشدد مدبولي على أن القيادة السياسية في كلا البلدين الشقيقين تحرص على تعزيز أطر التعاون وعلى دفعها نحو آفاق أكثر رحابة. بسم الله الرحمن الرحيم. بمناسبة اليوم الوطني 50 لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، يسعدني في مستهل كلمتي أن أنقل إليكم تحيات وتقدير فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية وتمنياته بدوام الرفعة والتقدم لوطنكم الحبيب. إنه لمن دواعي سروري واعتزازي أن أسجل في هذا اليوم المشهود رسالة ود وتقدير إلى دولة الإمارات العربية المتحدة قيادة وحكومة وشعبا بمناسبة احتفالها باليوبيل الذهبي للحظة الاتحاد الملهمة التي مثلت نقطة الانطلاق الحقيقية لنهضة هذا الوطن الشقيق بقيادة حكيم العرب الراحل سمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه. ستظل العلاقات المصرية الإماراتية نموذجا فريدا للتآخي والترابط بين الدول والشعوب العربية ونمطا متفردا لتنسيق الرؤى والمواقف، كما تحرص القيادة السياسية في كلا البلدين الشقيقين على الاستمرار في تعزيز أطر التعاون ودفعها نحو أفاق أكثر رحابة. ومن حسن الطالع أن يأتي اليوبيل الذهبي لاتحاد دولة الإمارات وهي في بؤرة اهتمام العالم، حيث تحتضن إكسبو 2020 كحدث استثنائي يعقد لأول مرة في دولة عربية، الأمر الذي يعكس إصرار الإمارات على المضي في مسيرة التميز وصنع الفارق برؤية قادتها ووعي أبنائها والعمل الجاد لاستكمال مسيرة البناء والتقدم. وختاما أجدد التهنئة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة بمناسبة العيد الوطني 50، راجيا الله عز وجل أن يديم على الإمارات وشعبها الخير والرخاء والإزدهار. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
اختتمت فعاليات المعرض الدولي الثاني للصناعات الدفاعية والعسكرية أدكس 2021 الذي نظم بالفترة من 29 من نوفمبر وحتى 2 من ديسمبر. وبدوره أكد القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول محمد زكي أن القوات المسلحة المصرية كانت ولا زالت الحصن الآمن لمقدرات هذه الأمة، وأن امتلاك مقومات القوة يهدف إلى الحفاظ على أمن وسلامة الوطن. تمت فعاليات المعرض الدولي الثاني للصناعات الدفاعية والعسكرية إيدكس 2021 والذي نظم في المدة من 29 من نوفمبر وحتى 2 من ديسمبر، وجرت فعالياته بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية. حيث شهد افتتاح المعرض السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وعدد من الوزراء ووفود عسكرية من مختلف دول العالم، ضمت العديد من وزراء الدفاع ورؤساء الأركان ووزراء الإنتاج الحربي من مختلف دول العالم. اسمحوا لي أن أنا أرحب بكم أهلا وسهلا، وأهنئ على افتتاح هذا المعرض بحضور ضخم بيعكس قوة كبيرة جدا جدا للتواجد وأيضا للتنظيم وأيضا لحجم قدرة الشركات اللي هي موجودة معنا هنا في هذا المعرض. يعني بتمنى لكم التوفيق وأتمنى لكم إقامة طيبة في مصر في هذا الوقت من السنة. يعني وأكد الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية أن القوات المسلحة المصرية كانت ولا زالت الحصن الآمن لمقدرات هذه الأمة، وأن امتلاك مقومات القوة يهدف إلى الحفاظ على أمن وسلامة الوطن. ولسوف يظل هذا الجيش حارساً وحامياً لهذا الوطن، محافظاً على أمنه واستقراره في تعاون وثيق مع الدول المحبة للأمن والسلام، وأنه ليس أمامنا من سبيل إلا بالأخذ بأسباب العلم والقوة والتحلي بالمبادئ السامية التي تحفظ للأمم والشعوب وحدتها وقدرتها للحفاظ جميعا على حاضرنا ومستقبلنا. وقام الرئيس السيسي يرافقه وفود الدول المشاركة بجولة تفقدية لأجنحة المعرض الذي ضم منتجات لأكثر من 350 عارضاً من 42 دولة حول العالم. كما شهدت فعاليات المعرض لقاءات مكثفة للسيد القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي والسيد رئيس أركان حرب القوات المسلحة مع وفود الدول المشاركة. تناولت اللقاءات سبل التعاون العسكري ودعم العلاقات العسكرية بين مصر وكافة الدول المشاركة، كذلك تبادل الخبرات في مجالات التصنيع العسكري ودعم جهود الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط. وأشاد قادة الوفود العسكرية المشاركة في المعرض بجناح جمهورية مصر العربية وما يحتويه من صناعات عسكرية متطورة تعبر عن مسار مصر الصحيح نحو اقتحام مجال التصنيع العسكري. وشهدت أيام المعرض الأربعة إقبالاً مكثفاً من الزوار والمهتمين بالصناعات الدفاعية والعسكرية الذين أشادوا بقدرة مصر على تنظيم فعاليات دولية عالمية تضاهي كافة الدول المتقدمة
احنا مشاركتنا كان الهدف منها انه نقدر ندخل السوق الافريقي، وحقيقه من امبارح لليوم احنا شايفين نتائج ايجابيه، ومنتوقع انه نحقق اكثر مما توقعنا، وهذا يشرنا جدا. يعني المعرض كان ممتاز جدا، والحضور كان مشرف وفعال للغايه، وسعدة بالميتينجز اللي عملناها والديليجيشنز اللي قابلناها من بلاد مختلفه. قدرنا ان في اقبال خارجي يقدر يستخدم الانتاج المحلي بتاعنا، وكمان في اقبال خارجي في بقيه القاعات اللي كانت موجوده هنا في المعرض. كما اعربت الوفود الرسميه عن سعادتهم البالغه بحضور معرض ايدكس 2021 في دورته الثانيه. هذا المعرض الذي يعد من اكبر المعارض المتخصصه في الشرق الأوسط وأفريقيا، ويؤكد أن مصر هي بلد الأمن والأمان، مما يبعث برسالة سلام من مصر لكافة دول العالم. كما التقى قادة الأفرع الرئيسية وعدد من كبار قادة القوات المسلحة بعدد من الوفود وممثلي الشركات العالمية. تناولت اللقاءات سبل دعم التعاون العسكري والأمني. وعلى هامش المعرض وقعت القوات المسلحة المصرية العديد من مذكرات التفاهم وعقود التسليح التي تدعم القدرات القتالية للقوات المسلحة المصرية. كما قام الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي بجولة تفقدية تضمنت المرور على الشركات العارضة، حيث وجه الشكر لكافة الشركات والعارضين على جهودهم وظهورهم بالمظهر المشرف الذي يعكس مدى أهمية المعرض لكل المهتمين بمجال التسليح والأنظمة الدفاعية. وناقش خلال الجولة عدداً من الزائرين الذين أشاروا إلى مدى تحقيق المعرض لأهدافه، وهو التعرف على كل ما هو جديد في مجال التسليح بما يتواكب مع التطور المتلاحق لكافة نظم التسليح المتطورة. كما حرص على التقاط عدد من الصور التذكارية مع عدد من الحضور والمنظمين والشباب المتطوعين المشاركين من وزارة الشباب والرياضة في تنظيم فعاليات هذا الحدث الدولي. كما قام الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة بالمرور على أجنحة المعرض، وحرص على توجيه الشكر للعناصر المشاركة بالمعرض، معربا عن تقديره لجهودهم المبذولة. واختتمت فعاليات المعرض بتقديم الموسيقات العسكرية لعروض فنية متميزة وإطلاق السهام النارية في سماء القاهرة، تتويجاً لحفل الختام الناجح للمعرض الدولي الثاني للصناعات الدفاعية والعسكرية إيدكس 2021. وجهت وزارة الداخلية قوافل من المساعدات العينية إلى المناطق الأولى بالرعاية بالمحافظات، حيث تم توزيعها على الأهالي من قاطني تلك المناطق، وذلك في إطار الدور الاجتماعي لوزارة الداخلية وحرصها على دعم المجتمع وتخفيف الأعباء عن الأسر المصرية. تحت رعاية رئيس الجمهورية، دائما ما تحرص وزارة الداخلية أن تكون إلى جانب المواطنين، تقدم الدعم والمساندة لهم، وهو ما يتجلى هنا من خلال التجهيزات التي تقوم بها الوزارة تمهيدا لإطلاق قوافل من المساعدات العينية إلى المناطق الأولى بالرعاية، انطلاقا من المسؤولية المجتمعية للوزارة التي تهدف إلى تنمية المجتمع وتقديم الرعاية الإنسانية والاجتماعية لأفراده. عقب التجهيزات، وجهت الوزارة قوافل المساعدات العينية هذه لتوزيعها على المواطنين بنطاق مديريات الأمن المختلفة على مستوى الجمهورية، مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية التي تنفذها الوزارة حفاظاً على صحة وسلامة الجميع. مبادرة كويسة جداً وتفرح ناس كتير، ونشكر الرئيس طبعاً على اهتمامه بالأسمرات. كل فترة سيادة الرئيس بيبعتها لنا هنا الأسمرات، وربنا يخليك لينا. ألف شكر للرئيس، احنا بنحب الرئيس وعلى طول معاه. لو تحتاجينا بتلاقينا دايما هنا شرطه وشعب. احنا جنودك اللي بينا اشتد عودك، واللي وجودنا من وجودك.
المناطق الأولى بالرعاية بكل محافظة هي المستهدفة بتلك المساعدات العينية لتخفيف الأعباء عن المواطنين قاطني تلك المناطق، وفي إطار توجيهات القيادة السياسية بدعم الأسر المصرية في كل مكان على أرض الوطن. عمرها أصل الحكاية، شعب وقيادة وشرطة إحنا وكل فرد، حبك علينا يا بلدي فرد. قوبلت تلك القوافل بترحيب كبير من المواطنين الذين أثنوا على دور وزارة الداخلية الاجتماعي. أشكر سيادة الرئيس على المجهود وعلى المبادرات اللي هو بيعملها لنا، مش بيخلي الناس محتاجة حاجة ويتفشر المرض دي ويراضي ربنا زي ما بيوسع على الناس. شعب وقيادة وشرطة احنا وكل فرد، حبك علينا يا بلدي فرد، وهنبقى جنبك للنهاية. احنا جنودك اللي بينا اشتد عودك واللي رمضنا من وجودك. هكذا تسعى الوزارة إلى تفعيل الجانب الإنساني والاجتماعي في استراتيجياتها الأمنية، بما يؤكد أن هذا الجانب ليس أقل أهمية من الجانب الأمني، حيث تعمل باستمرار على دعم المواطنين وتخفيف الأعباء عنهم اتساقا مع توجه الدولة نحو توفير حياة كريمة للمواطنين. مصر الكبيرة في كل وقت وكل عصر، والكل عارف إن مصر طول عمرها أصل الحكاية، شعب وقيادة وشرطة احنا وكل فرد، حبك علينا بلدي فرد، وهنبقى جنبك للنهاية. تحيا مصر. تحيا مصر. تحيا مصر. تحيا مصر. واللي وجودنا من وجودك. عبدالله بركات، التلفزيون المصري. أعلنت منظمة الصحة العالمية أنها لم تطلق معلومات عن وفيات يحتمل أن تكون مرتبطة بالمتحور أوميكرون الجديد لفيروس كورونا. وقال المتحدث باسم المنظمة كريستيان ليندماير خلال مؤتمر صحفي دوري في جنيف، قال إنه لم يطلع على أي معلومات تفيد بحدوث وفيات مرتبطة بأوميكرون، وأضاف أنه مع لجوء المزيد من الدول إلى إجراءات فحوص لرصد المتحور الجديد سيكون لديهم مزيد من الإصابات ومزيد من المعلومات. ورصد المتحور الجديد الذي صنفته منظمة الصحة العالمية بأنه مقلق، رصد لأول مرة في جنوب إفريقيا، وسجلت إصابات بأوميكرون في حوالي 30 دولة في جميع القارات. دفع المتحور الجديد لفيروس كورونا أوميكرون العديد من البلدان إلى فرض مزيد من القيود لمواجهة انتشاره بعد تسجيل إصابات بالمتحور. يأتي ذلك بالتزامن مع إعلان منظمة الصحة العالمية أن بيانات متحور أوميكرون أظهرت أنه أكثر عدوى من ألفا ودلتا بثلاث مرات. أما الآن فمع أخبار المال والأعمال. وقفتنا الاقتصادية في نشرة السادسة بصحبة حكمة عبد الحميد. شكرا رغدة، شكرا محمد، وهذه بالفعل الوقفة الاقتصادية بنشرة السادسة. بحثت
المنطقة الاقتصادية لقناة السويس مع وفد روماني التعاون المشترك وإقامة مشروعات رومانية داخل المنطقة. وخلال زيارة للوفد الروماني للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أكد على أهمية البدء في تنفيذ خطة عمل طموحة لإنشاء المزيد من الصناعات الرومانية ودعوة المستثمرين الرومان، كذلك الشروع من أجل خطوات جادة لمزيد من التعاون المثمر في المجالات الصناعية والاستثمار، والتي يمكن أن تتضمن الصناعات الخشبية وصناعة الأثاث. أكدت وزارة المالية أن الدولة تبذل جهوداً كبيرة لتخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطن والارتقاء بمستوى معيشته، وقال إن أهم تلك المشروعات التنموية هي المشروع القومي لتنمية الريف المصري حياة كريمة وبرامج تكافل وكرامة ودعم الخبز والسلع الغذائية ومنظومة التأمين الصحي الشامل. وأشار وزير المالية محمد معيد في لقائه بممثل منظمة اليونسيف بمصر إلى حرص مصر على تعزيز سبل التعاون مع منظمة اليونسيف والاستفادة من خبراتها في صياغة خطط وبرامج التنمية الوطنية على النحو الذي يساعد في التصدي لمخاطر تحدي ارتفاع معدل النمو السكاني ولضمان استدامة النمو الاقتصادي والاجتماعي. استعرضت وزارة التخطيط الأهداف والركائز الاستراتيجية وكذلك محاور العمل ومستهدفات خطة 2021-2022 لقطاع التموين. وقالت الوزارة إن خطة العام الحالي تسعى في توجهاتها إلى تحقيق هدفين يتكاملان معا، أولهما هدف اجتماعي ويتمثل في رفع مستوى معيشة المواطن بتوفير الحماية الاجتماعية الشاملة وإتاحة الخدمات العامة للمواطنين. الثاني هو هدف اقتصادي يسعى إلى تنشيط الاقتصاد. وأوضحت الوزارة أن أبرز أهداف قطاع التموين تتمثل في توفير الأمن الغذائي وتكوين مخزون استراتيجي من السلع وانتظام توفير السلع في الأسواق، بالإضافة إلى تنمية التجارة الداخلية وتنشيط أسواقها. وإلى أسواق العملات، حيث استقرت أسعار العملات أمام الجنيه المصري ليسجل الدولار الأمريكي 15.64 للشراء و 15.74 للبيع. استقر سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصري عند 17.68 للشراء و 17.86 جنيه للبيع. وصل الجنيه الاسترليني إلى 20.75 قرش للشراء و 20.98 للبيع. أما بالنسبة للعملات العربية، فقد سجل الدرهم الإماراتي 4.26 للشراء و 4.28 للبيع. سجل الريال السعودي 4.18 قروش للشراء و 4.19 قروش للبيع. تذبذب ملحوظ ثم تراجع شهده سعر الذهب خلال التعاملات اليومية في بورصة المعادن العالمية، ذلك بعد هبوط عنيف خلال تداولات أمس. وشهدت أسعار الذهب اليوم التراجع ليسجل الذهب عيار 21، وهو الأكثر مبيعا بالطبع في مصر، 779 جنيه. سجل الذهب عيار 18 نحو 668 جنيه للجرام، في حين سجل عيار 24 للجرام نحو 891 جنيه. سعر الجنيه الذهب وصل اليوم إلى 6232 جنيها. ارتفعت الأسهم الأوروبية متجهة لإنهاء أسبوع متقلب على ارتفاع، إذ اشترى المستثمرون الأسهم وكانت قد تأثرت بمخاوف السلالة الجديدة لفيروس كورونا. وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.5% بعد أن تقلب بين الخسائر والمكاسب طوال الأسبوع وسط مخاوف بشأن التأثير المحتمل للسلالة المتحورة من فيروس كورونا على التعافي الاقتصادي العالمي. وقادت أسهم شركات السفر كسب القطاعات، إذا ارتفعت بنسبة 2.3% في التعاملات المبكرة، بالرغم من فرض قيود جديدة في ألمانيا وهولندا وأماكن أخرى لمنع انتشار المتحور الجديد. انتهت الوقفة الاقتصادية بنشرة السادسة، وعودة مرة أخرى إلى رغدة ومحمد، فإليكما. شكرا لك يا حكمة. بأخبار المال والأعمال نكون قد وصلنا لختام نشرة السادسة، بقي تذكير بأبرز عناوينها.
الرئيس السيسي يتفقد سير العمل بعدد من مشروعات شبكة الطرق الجديدة ويشدد على الكفاءة الفنية والإنشائية للمحاور والطرق الجديدة. في العيد 50 لدولة الإمارات العربية المتحدة، مدبولي يؤكد أن العلاقات المصرية الإماراتية ستظل نموذجاً فريداً للترابط العربي. الصحة العالمية ترجح اتساع انتشار المتحور أوميكرون عالمياً وتؤكد عدم رصد وفيات بسببه حتى الآن. نهاية النشرة قدمناها لحضراتكم من التلفزيون المصري. أشكركم على طيب المتابعة ودمتم سالمين. إلى اللقاء.